الحمد لله في هذا اللقاء. يفتح المنتخب المغربي كرة بمحاولة ملعوبة وبعيدة، عادت لا 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 لا. يحمل أمال العرب وعلى طريقة الكبار يسجل مبكرا جدا حكيم. من 14 سنة تقريبا لما كان منتخب المغرب بيغادر كاس الأمم الأفريقية من دور المجموعات في مجموعة ضمته مع منتخبات غانا وغينيا وناميبيا، وغادر البطولة بفوز وحيد على ناميبيا وهزيمتين، قرر الملك محمد السادس النهوض بالكرة المغربية، لأنه على عكس روبرتو دي زيربي كان قارئ جيد للتاريخ وعارف أن منتخب المغرب رغم حالته ساعتها هو أكتر منتخب أفريقي له حكايات مع المونديال. حكايات تبدأ من 50 سنة تقريبا في مونديال 1970 لما منتخب المغرب أصبح أول منتخب أفريقي في التاريخ يتعادل في إحدى مباريات دور المجموعات، ما يخسرش كل المباريات، ده كان إنجاز وقتها. وبعدها ب 16 سنة في مونديال 86 في المكسيك، خد النقلة دي بقى، منتخب المغرب يتصدر مجموعته ويوصل لدور ال 16 كأول منتخب عربي وأفريقي في التاريخ، ويخسر بصعوبة بهدف في آخر دقائق المباراة أمام ألمانيا الغربية اللي وصلت لنهائي هذه النسخة. فالمغرب كانت تستحق مشروع كروي قومي جديد فعلا، مشروع تتجمع حواليه الأمة اللي تعدادها سكاني كبير ومليانة مواهب في كل حتة، والمواهب دي تقدر تدخل المغرب على مرحلة جديدة وتطلعهم سلمتين ثلاثة كمان على سلم الإنجازات. وأنشئت أكاديمية محمد السادس لكرة القدم، هدفها جمع أفضل الموهوبين اللي بتتراوح أعمارهم بين 10 سنين و17 سنة، وحنجمعهم من كل حتة في المغرب عشان يكونوا كلهم في مكان واحد يتعلموا، يندمجوا، يتطوروا ذهنيا وفنيا ويتنفسوا كرة القدم. ومن 2007 ل 2009 مسؤولي هذه الأكاديمية لفوا المغرب كلها في محاولة لحصر الموهوبين، واختاروا 15 ألف طفل، ثم بدأت عمليات المتابعة والتصفية عشان نوصل ل 39 طفل، وال 39 طفل دول يبقوا الدفعة الأولى في الأكاديمية. وخلاص دلوقتي بقى نقدر نشمر ونبتدي النهضة، خاصة أنه بعض الثمار أتت بسرعة لما أحد المسؤولين اكتشف الناشئ عز الدين أناحي وضمه الأكاديمية. وفي 2012 أحد المسؤولين برضه في جولة استكشافية عابرة يشوف لاعب تاني عنده 14 سنة مهاري جدا براسه ورجله، فيروح لأبوه ويقول له هو الولد ده اسمه إيه؟ يقول له والله اسمه يوسف. يقول له ما شاء الله ممتاز الولد، بقول لك الولد ده لو معانا في أكاديمية محمد السادس أوعدك إنه هيلعب أساسي في منتخب المغرب لما يكبر. وما أدراك بقى بمميزات إن ابنك يبقى في المنتخب، بس ده لو معانا بقى، يلا في رعاية الله، ويسيبه ويمشي. فيوسف النصيري وأهله يروحوا الأكاديمية بعدها مباشرة، وفي نفس الوقت اللي انضم فيه النصيري أحد المسؤولين برضه ضم ولد عمره 12 سنة للأكاديمية، بس بعد سنتين راح لنفس الولد وقال له بص أنت مالكش مكان عندي. كان بيحاول يهدده يعني ويستفزه ويحفزه لأنه كان صانع ألعاب بس مش بيأدي بالشكل المطلوب. فبعدها الولد ده يروح لأحد المسؤولين ويقول له كابتن احنا عندنا لعيبة وسط جيدين كتير، بس المدافعين يدوب، عارف لو لعبت مدافع هكبر وهتطور وهبقى أساسي في المنتخب، إنما نص الملعب لا ما ظنش. الرأي رأيك طبعا، بس الدفاع كابتن مستقبل الحلم. فأحد المسؤولين يقول له جدع هو ده نايف اللي أنا أعرفه، ويتحول صانع الألعاب الصغير اللي عمره 12 سنة لنايف أجرد مدافع منتخب المغرب. والمسؤولين بقى شايفين شغلهم على الاخر وعمالين نضم مواهب من كل حته. بس بعدها بكام سنه احد المسؤولين في الاكاديميه لاحظ ان في خرم في النهضه، في الاول سكت، قرر يعمل شغله وما يتكلمش، بس مع تطور الاوضاع وتطور النهضه قرر يتكلم، لان النهضه حلوه بس فيها شويه حاجات ناقصه كده. وهذا الرجل احد المسؤولين كان واحد من الناس اللي ما بيتكلمه الكل بيسمعه، مش عشان هو وليد الرجراجي، لا والله مش هو، ولا عشان هو احد المسؤولين اصلا يعني، عشان هو ناصر لارجيت قائد هذا المشروع اللي غالبا اول مره تسمع عنه. بس في كل الحكايات اللي حكيتها لك دي كل احد المسؤولين اللي انا قلت لك عليهم دول كانوا ناصر لارجيت. خد الاكبر بقى، هو اللي عين باقي المسؤولين كلهم. لقد بدانا من لا شيء، من ارض قاحله وورقه بيضاء، كنت مسؤولا عن تعيين الطاقم الفني واللوجستي والاداري وخاصه اللاعبين من جميع انحاء المغرب. ناصر لارجيت اختير لقياده المشروع لانه كان جايب خلفيه مختلفه عن كل المسؤولين. وقبل مشروع الملك محمد السادس لارجيت كان قضى 18 سنة من مسيرته الاحترافية في أكتر من أكاديمية أوروبية، وعند لحظة ما كان في أكتر أكاديمية أوروبية بتطلع مواهب، في أكتر دولة أوروبية بتطلع مواهب، أكاديمية لهافر في فرنسا اللي طلعت لاعبين كتير. والعامل المشترك بين أكثر هؤلاء اللاعبين هو كونهم مزدوجي الجنسية، معهم الجنسية الفرنسية وجنسية إحدى الدول الإفريقية، تولدوا في فرنسا ولعبوا عند مرحلة ما في الناشئين لفرنسا فعلا، ولكنهم يعاملون معاملة خاصة سواء من الجمهور أو الإعلام.
ومع أقل خطأ بيتعرضوا لانتقادات غير عادلة، وأحيانا هذه الانتقادات تتطور لعنصرية، وهم أكتر ناس بيلاموا على النتائج السلبية وبيتنسوا وقت النتائج الإيجابية، لأنهم صحيح أوروبيين على الورق بس مش أوروبيين قوي يعني. فلارجيت شاف ان هو ده المنفذ لقلوب المغاربة من هؤلاء اللاعبين مزدوجي الجنسية اللي بيلعبوا بأسماء دول أوروبا، ولكن في جانب كبير من الحياة واللعبة ما زالوا ما يعرفوش عنه حاجة، ما زالوا مجرد أطفال بيتشكلوا وبيلعبوا، بس في نفس الوقت الجمهور والإعلام بيعاملوهم وكأنهم جنود في مهمة، مهمة لازم ينجحوا فيها مهما كانوا مفتقدين الشعور بالأمان والمتعة والوطن. والحقيقة مهما كانت أكاديمية لوهافر أو غيرها متقدمة على المستوى التقني والفني، فهي أكيد برضو بتعرضهم لضغوطات نفسية وذهنية كبيرة، لأن اللعبة في النهاية مش مجرد خطط وفنيات، خصوصا مع لاعبين في السن دي، لاعبين عندهم مشاكل لكن في نفس الوقت يملكوا الجودة اللي لارجيت محتاجها في مشروع. هم دول اللي هيسدوا الخرم اللي في النهضة، وهو ده كان مدخل لارجيت للقطعة الناقصة. يبدأ كل شيء منذ انضمام اللاعب مباشرة، حيث أطلب من المدربين التعرف على اللاعب بشكل شخصي، ويجب أن يكون المدرب هو الداعم الأول للاعب، ويجب عليه الاستماع إليه ومنحه الوقت للتحدث. في كثير من الأحيان يعتقد المدرب أن لديه المعرفة، ويسعد أحيانا بملاحظة أن اللاعب لم يقم بهذه العملية التقنية أو التكتيكية بشكل جيد، ومع ذلك عليك الاستماع إلى اللاعب وفهم سبب أخطائه في تمريراته العرضية أو تمريراته القصيرة أو تسديداته، لماذا لم يكن جيدا اليوم. ما يقدمه اللاعب على أرض الميدان لا يتوقف فقط على ما يملكه من مهارات، وإنما يتوقف أيضا على ما يمر به وعلى بيئته وظروفه المحيطة. لارجيت استنى لحد 2014 عشان يبدأ يغير الوجهة ويجمع القطع الناقصة، لأن اللي كان بيفكر فيه وقتها مش من صلاحياته كمسؤول في مشروع الملك محمد السادس، بس بعد ما الرجل ضم 57 لاعب للأكاديمية من بحثه واكتشافه، ومنهم المحترفين بره المغرب في كل حتة وفي أوروبا، جاله عرض الانضمام للاتحاد المغربي لكرة القدم عشان يبقى المدير التقني لمنتخبات الشباب والناشئين. والراجل ما يصدق يقبل العرض، ومن أول يوم ليه في منصبه الجديد هو وكشافيه يبتدوا يتابعوا الناشئين اللي بيلعبوا في دول أوروبية، وأي لاعب فيهم تظهر عليه الموهبة والبوتنشل نضغط عليه ونقنعه يجي يلعب بالمغرب. وبحلول 2017 كان لارجيت ورفاقه نجحوا في رصد 14 ناشئ مغربي مزدوج الجنسية موهوبين ومنتشرين في أوروبا، وراحوا ضموا عليهم 24 ناشئ مغربي محلي من صفوة الأكاديمية، وجمعوهم في معسكر في فرنسا عشان يضربوا عصفورين بحجر واحد. الناشئ المحلي يشعر انه بيكبر ومهم وفي بيئة افضل، بيحتك بالمحترفين وبيئتهم من صغره، وفي نفس الوقت المحترفين في اوروبا ما يشعروش بتغيير مفاجئ في البيئة اللي تعودوا عليها، لكن في نفس الوقت ينتموا للمجموعة اللي من نفس اصلهم، وكل دول بقى متحررين من الضغط الاعلامي والجماهيري. وناخد الحلو من هنا على الحلو من هنا ونطلع النهضة من هنا، وهنا الاتحاد المغربي يدق باب لارجيت عشان يحطه في أصعب اختبار. وقتها المنتخب الوطني المغربي كان بيعاني، نبيل درار هو الظهير الأيمن الوحيد الموجود مع المنتخب، والراجل كسر الـ30 والجسد لا يرحم وملوش بديل لا دلوقتي ولا لما يعتزل، وانت كابتن ناصر سايب الاتحاد وشغلك ومكتبك وعامل معسكر في فرنسا وبتجري ورا ناشئين ومستقبل وتكاليف والحلم والكلام ده، طب يعني احنا ملناش نصيب نحلم معاك، شوف لنا حل. وهنا تبدأ مهمة لارجيت ورفاقه تاخد العين، انت بتعمل كل ده عشان المنتخب الاول، طب المنتخب الاول في ورطة، انقذنا بقى، ما لازم تبتدي النتائج تبان، وإلا يبقى وجهة نظره ومشروعه فشله ويبقى كل اللي فات ده راح هدر. وهنا يظهر ولد اسمه أشرف بيلعب باك يمين، بس ايه قنبلة، سريع ومهاري وقوي وعنده كل الامكانيات اللي اي منتخب يتمناها في ظهير، موجود معاهم في المعسكر بس للأسف كان بيلعب لأسبانيا قبل كده، فناصر مفيش قدامه غير انه يقنعه انه في المرحلة السنية اللي جاية يلعب للمغرب. فأثناء التمرين في المعسكر السيد ناصر يقرر يستعيد امجاده وينده على أشرف، انت عارف اني بحبك، لا حقيقي بجد، وعارف كمان ان نبيل درار ملوش بديل في المنتخب، طب عارف بقى انت لو لعبت لمنتخب المغرب انا وعدك كلام رجالة انك لما تكبر هتلعب مكانه اساسي، اصلا مفيش غيرك، وبعدين اسبانيا مليانة باكات يمين يا اسطى، كفاية كربخال اللي في عزه دلوقتي مش هلمسها لك، بس بيني وبينك فكرة اللعب الاسبانية مغرية برضو، بس هتبقى دكة بس مغرية برضو، بس عارف لو جيت المغرب بقى مفيش بدايل خالص بقى يعني ولا حاجة، صحرا
يلا حبيبي ربنا معاك، انزل التمرين بقى مع زمايلك يلا. واشرف ياخد الكلمتين ويفكر، بس المره دي بيفكر جوه المعسكر اللي مليان ناس من نفس الاصل، محدش بيلومه محدش بيضغطه، وتحت عين وجناح الراجل اللي بيحبه وبيلمعه وبيحتضنه وبيعامله كابنه ومديله فرصه يعبر عن نفسه، وسايبه يقرر اهم قرار في مسيرته تقريبا بعد ما قدم له وعد هو عارف كويس ان اسبانيا مش هتقدر توعده بيه. فاشرف ما ياخدش وقت كتير في التفكير ويروح لناصر لارجيت، هو مقرر انه يكون اشرف حكيمي نجم المنتخب المغربي. لارجيت يهدى؟ لا طبعا، يسخن اكتر. المرابط، مزراوي، بوفال، وكلهم كانوا ولازالوا نجوم لمنتخب المغرب. ناصر لارجيت قدم كل اللي يقدر عليه وزياده، وترك السيره الطيبه ومنصبه في الاتحاد المغربي في 2019، وتولى منصب مدير مركز التدريب في اكاديميه مارسيليا، وبعد 3 سنين المدير الفني للفريق الاول يقدم استقالته، فيتولى لارجيت المهمه مكانه مؤقتا كده، يعني مشي الدنيا ناصر. وفي شهر واحد ليه مع الفريق كان ساب بصمته، مش عشان معجزه في الفتره الانتقاليه حولته لمدير فني ثابت، او عشان النتائج الايجابيه، او سلسله لا هزيمه او تفوق تكتيكي، بل عشان الهدوء، الهدوء اللي حقق الوحده بين اللاعبين. وفي غرفة خلع ملابس لارجيت عامل اللاعبين كلهم زي أبنائه، بيندهلهم بأسمائهم، بيسيبهم يتكلموا ويعبروا عن نفسهم، مش ضغطهم مش بيلومهم. والفترة الانتقالية مع المدرب المؤقت اللي بتكون أصعب فترة في الموسم كانت هي فترة الراحة والأمان الوحيدة اللي اللعيبة دول افتكروا فيها أن كرة القدم مجرد لعبة، وده كان كلام كل اللاعبين، واللي بيأكده قائد الفريق وقتها ديمتري بايت والمدير الفني لفريق الرديف اللي قال ان لارجيت كان بمثابة مرجع دائم واب روحي للجميع، وينهي لارجيت مهمته المؤقتة ويودع مارسيليا في ابريل 2022 وينضم للاتحاد السعودي لكرة القدم. لدي نفس الدور الذي كنت امارسه مع المغرب، هدفي هو تطوير كرة القدم على مستوى الشباب في جميع مناطق المملكة، وأن أتحمل مسؤولية تدريب المديرين والتنفيذيين والمدربين البدنيين ومدربي حراس المرمى، وسنضيف دورات تدريبية أخرى وهي تحليل الفيديو وتحليل البيانات، وكذلك مدربي المهاجمين والمدافعين كما تفعل فرنسا الرائدة في هذا المجال. الهدف هو مشاركة منهجية الاستكشاف والتدريب في الأندية ومراكز التدريب، وأيضا إدارة جميع المنتخبات الوطنية للبنين والبنات في جميع الفئات، ونسعى لأن نكون بقدر التطلعات وننهض بالكرة السعودية. ناصر لارجيت مش هو اللي قاد منتخب المغرب في مونديال قطر، مش هو وليد الرجراجي اللي فريقه بقى رابع المونديال وأول منتخب عربي وأفريقي يقطع المسافة دي في المونديال، وفي طريقه يقصي بلجيكا وإسبانيا والبرتغال ويوصل نص النهائي بدون هزيمة وبهدف وحيد فقط في شباكه. وممكن لو كان ناصر لارجيت هو المدير الفني للمغرب في المونديال كانت المغرب خرجت من المجموعات بتمثيل مشرف أو من غير تمثيل مشرف حتى، ما كانش إنجاز المغرب هيحصل، وما كناش هندور وراء أسرار نجاحهم ونعمل الحلقة دي أصلا. بس ناصر لارجيت مثال للشخص العالم المتواضع اللي عارف دوره كويس وعارف قيمته كويس، عارف أن عنده قدر معين من الموهبة في مجال محدد، وقدر معين من السلطة، وقدر معين من الحرية ومن القدرة على التعبير، ولو استغلهم هيكون الأفضل في مساحته وهيأدي دوره على أكمل وجه، ممكن يبقى الضلع الأبرز في المنظومة. ولما طلب منه يصنع منظومة قرر يعيد اللي حصل معاه مع اللاعبين، لأنك لو ركزت شوية هتلاقي أن لارجيت لم يمنح الناشئين في الأكاديمية أو في المعسكرات أي شيء زيادة أو أقل من اللي هو نفسه حصل عليه عشان ينجح، عشان يبقى جزء من المنظومة. صحيح مدير وقائد، بس مدير يوجهك ما يقتلش إبداعك ويحولك لآلة، ويبقى عارف أن أنت محتاج تعبر عن نفسك وتاخد حريتك بما يناسب خبراتك ومكانتك وسنك، وعارف كمان ان مش كل موظف شاطر في قسم من اقسام الشركه ينفع يبقى مدير الشركه، وان مدير الشركه لازم يكون انسان مش اله. وعشان الراجل عارف الكلام ده كله ومتاكد منه كمان، وعارف انه مش هيعرف يكون وليد الرجراجي، عارف انه يكون مسؤول عن مشروع محمد السادس. بس للاسف بقى قصه لارجيت اصعب بكتير من قصه الرجراجي يصنع المستحيل مع منتخب المغرب. حد زي لارجيت مش هيكون ليه مريدين او جمهور، وهو اصلا ما بيظهرش كمان. عشان نجاح الرجراجي التاريخي والملحمي والاسطوري واللي مفيش شبهه من بره كده يبان اسهل، يتفهم اسرع، يوصلك كده معلومه كامله تقفل على بعضها، تختصر الموضوع كله في شخص هذا المدرب او في هذه المجموعه من النجوم، فشكلها كده اشيك. لسه بقى نحكي قصه المشروع القومي، نقول ده كان في واحد جرب طريقه جديده وسافر هنا وسافر هنا، ويقعد بقى مع عيال صغيره عشان يقنعهم ينضموا للمنتخب، ويمكن نقتنع ويمكن لا. طب وعلى ايه الفرهاد؟ هو الرجراجي صنع المستحيل بس خلاص كده لوحده.
في لحظة، وما دام بقى الرجراجي عملها يبقى اي حد يعملها. وهي دي بالظبط المشكلة اللي هتواجهنا كل ما هنحاول نستنسخ التجربة، ان احنا اصلا ما فهمناش التجربة، لان اللي اتنشر عنها لحظة النجاح اللي هي مهمة وعظيمة وملهمة برضو، بس مش بتفسر اي شيء. فحنيجي بعدها نغير المدير الفني وعيش بقى ماشي الدنيا، هات لنا من الرجراجي اللي هناك ده، انجح كده واعجز لك كم معجزة. ما نجحتش، ما اعجزتش، لا انت رجراجي مش تمام، شكلها كده جت معاك كفتة، صح؟ مش هي دي الدورة اللي بتحصل على طول؟ امشي ونجيب مدير فني جديد بقى. وهكذا سعي قبله ورا اللقطة النهائية بلا اي محاولة لمنطقتها ولا اي امارة او مقدمات على امكانية تحقيقها. مشروع بدأ من 14 سنة، المسؤول الاكبر عنه عين معاه عشرات المسؤولين ومشيوا وجاء بدلهم عشرات المسؤولين التانيين. لا ده موضوع طويل ده. صحيح طبعا ان منتخب المغرب ما كانش هينجح النجاح ده من غير الرجراجي ومجموعة النجوم اللي معاه والطاقم المساعد، لكن كمان ما كانش هينجح بدون عشرات المخلصين اللي اشتغلوا في الكواليس من غير ما حد يعرف عنهم حاجة، والارجيت كان واحد منهم بس. مجموعة من المخلصين مشكلتهم الوحيدة ان القصص الملحمية اللي بتوصل لصورة جميلة في الاخر نادرا ما بتاخدهم معاها في الصورة دي، لكن ده مش معناه ان دورهم اقل اهمية او ممكن الاستغناء عنه. اوعى تصدق الصورة المزيفة اللي بترسمها السوشيال ميديا عن اي انجاز، لان ده ببساطة مش هيوصلك لاي انجاز. طني حساب.